هاي، تعتبر شخصية INFJ أو شخصية المستشار من أندر الشخصيات اللي بيذكرها مؤشر مايرز بريغز لأنواع الشخصيات، يلي بيصنف 1-3% بس من سكان العالم تحت الشخصية. INFJ هي اختصار بيجمع الأحرف الأولى للصفات الأربعة الأساسية يلي بيتمتع فيها أصحاب هالشخصية، وهي Introversion أو انطوائية، Intuition المختصرة بأن لعدم التكرار وبتعني الحدس، Feeling يلي بتعني رهافة المشاعر، و Judgment أو الحكم الشخصي. عن شخصية المستشار مزيج فريد من الصفات، فهن انطوائيين ليشحنوا ذاتهم وبذات الوقت شعبيين ومحبوبين من الناس، بيتميزوا بتعابيرهم الحلوة واللطيفة وبذات الوقت عندهم آراء قوية وبيقاتلوا كرمال كل فكرة بيؤمنوا فيها. هالشخصية حاسمة وقوية الإرادة بس تستخدم هالطاقة لمساعدة الآخرين ودعمهم. أصحاب الشخصية بيتمتعوا بالإبداع. مين قال إنه مارتن لوثر كينغ، نيلسون مانديلا والأم تيريزا هن من أصحاب شخصية المستشار؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.